دكتور بالبداية ودنا نعرف المشاهدين يعني بطريقة مختصرة، نقول ما هو الصداع؟ الصداع عبارة عن ألم في الرأس، مو بالضرورة أنه فقط يؤثر على الرأس، ممكن أيضا يمتد إلى بعض أجزاء الوجه. دكتورة يعني وايد ناس يسألون يعني الصداع فيه عدة أنواع وعدة أشكال، ممكن تشرحي لنا شنو هي أنواع الصداع وما هي يعني أكثر أنواع منتشرة؟ طبعا مبدئيا لتشخيص مريض يعاني من صداع نقسم الصداع إلى نوعين، صداع أولي وصداع ثانوي. الصداع الثانوي من اسمه ينتج من أمراض أخرى، سواء فقر الدم، الجفاف، ارتفاع وانخفاض سائل الحبل الشوكي، الصداع العادي المصاحب لنزلات البرد وانفلونزا وأيضا كوفيد 19، الصداع اللي صاحب التهاب الرأس أو السحايا، بالإضافة إلى صداع الجيوب الأنفية. هذول كلهم دكتورة نقول الصداع بسبب نتيجة مرض آخر. نعم. ممتاز. والنوع الأساسي؟ بالنسبة للصداع الأولي يعني لا يوجد أو غير مرتبط بحالة مرضية، هي أمراض بحد ذاتها تنتج بسبب تغير النشاط الكيميائي للدماغ. منها الصداع، طبعا أكثر أنواع الصداع شيوعا هو الصداع التوتري، ثم الصداع النصفي، وبعض أمراض الصداع النادرة مثل الصداع العنقودي. دكتور يعني دام ذكرتي لنا أنواع الصداع النصفي والعنقودي، يمكن المشاهدين ما يعرفون هذه الأنواع، ممكن تعطينا يعني مختصر عن كل نوع وشنو الأعراض مالته؟ صحيح. بالنسبة لي الصداع النصفي صداع شائع جدا، يؤثر على حوالي أو يعاني منه حوالي أكثر من 1 بليون شخص حول العالم. النساء أكثر عرضة لهذا الصداع من الرجال بنسبة 18 تقريبا إلى 6%. الصداع النصفي عادة يمسك أحد جانبي الرأس، مو بالضرورة، نوعه صداع نابض يصاحب قيء بعض الأحيان وحساسية مفرطة من الضوء والصوت. بالنسبة لي الصداع العنقودي هو صداع نادر يصيب الرجال أكثر، وعادة الرجال المدخنين حوالين العين، من اسمه عنقودي على شكل فترات عنقودية. طبعا آلام مبرحة، لاسم آخر هو الصداع الانتحاري من شدة يكون ألم. أشد من الصداع النصفي دكتورة؟ نعم، ولذلك يعني لحسن الحظ أن الصداع نادر. شنو الأعراض المصاحبة له؟ آلام حول العين، جهة معينة ممكن يصاحب احمرار العين، نزول الدموع، وأيضا سيلان الأنف ونزول الجفن، ويستجيب هذا الصداع للأكسجين. دكتورة هذه الصداع يعني لجميع الفئات العمرية يعني، ولا لعمر معين يكون اللي يحوشهم صداع النصفي أو الصداع العنقودي؟ أي فئة معرضة للصداع، سواء كان توتري أو صداع نصفي، ولكن العنقودي نشوفه لا يعني نادر ما انه ياثر على الاطفال، نشوفه اكثر في البالغين. ممتاز. يعني دكتوره حاليا قلنا هناك الصداع النصفي والعنقودي والتوتري. في اماكن الراس لما يجي مثلا عندنا احد يدخل عندنا مثلا العياده ويشكي من صداع، في مرات يقول انا عندي صداع حوالين العين، صداع مثلا في خلف الراس، فهل هذا شيء علاقه له من انواع الصداع، ولا ان يعني هل كل مكان للصداع له علاقه في مرض معين ولا ما له شغل؟ بالتاكيد اثناء اخذ التاريخ الطبي من المريض هناك خصائص للصداع نسال عنها لمعرفه سبب الصداع. مثلا الصداع النصفي مثل ما ذكرت في السابق يأثر على جهه واحده من الراس. صحيح. الصداع التوتري عاده يكون على شكل حلقه، محيط الراس كله يكون متاثر على شكل شيء ضاغط. الصداع اللي يكون خلف الرقبة يصاحب آلام في الرقبة ينتج من الشد العضلي بسبب خشونة المفاصل الخلفية للرقبة. الصداع اللي حوالين العين ممكن يمتد أيضا للأسنان، ممكن يكون ناتج من الجيوب الأنفية. فكل صداع له خصائص معينة وأماكن معينة في الوجه أو الرأس. دكتورة هل في أعراض مصاحبة لكل نوع من أنواع هذا الصداع؟ بالتأكيد. مثلاً الصداع النصفي بالبداية شنو الأعراض اللي تكون مصاحبة للصداع النصفي؟ الصداع النصفي مثل ما قلنا آلام في الرأس، ممكن يصاحب أيضاً غثيان، قيء، حساسية مفرطة من الضوء والصوت. بالأطفال مثلاً أعراض ممكن تكون عن طريق آلام في البطن. بالنسبة للصداع العنقودي في إفراز في العين، سيلان في الأنف. في أحد أنواع الصداع النصفي مو شرط أن المريض يشتكي من آلام في الرأس، ممكن تكون أعراض مثل الدوخة، عدم الاتزان، ازدواجية في الرؤية. دكتورة يمكن وايد ناس يسألون هل هناك يعني نقول علاج وقائي عساس ما يحوشنا صداع نصفي أو صداع عنقودي أو أي أنواع من أنواع الصداع؟ بالتأكيد. طبعا العلاج الوقائي قد يكون دوائي وغير دوائي. الغير دوائي
تفادي المحفزات أو مهيجات الصداع على حسب كل صداع. صداع التوتري أكيد أطلب من المريض أنه يتحكم بمستويات الضغط النفسي والسترس والتوتر. أنا أدري هذا الشيء صعب وهذا في حياة كل إنسان، ولكن نقول قدر الإمكان. الصداع النصفي أيضاً فيه مهيجات محفزات معينة مثل أطعمة معينة، كافيين، قلة النوم، فنتفادى المهيجات، بالإضافة إلى العلاجات الوقائية اللي تنوخذ بشكل يومي على المدى البعيد تقل نوبة وحدة الصداع. دكتور، احنا أكيد عارفين هناك عدة أنواع من الأغذية لها دور كبير ومهم في نقول يعني زيادة هيجان الصداع أو التقليل من حدة هذا الصداع. فمشاهدين الكرام، خلونا نتعرف في هذا التقرير أو هذه الفقرة، فقرة زادك دوائك، على أهمية الغذاء في العلاج والوقاية من مرض الصداع. مثل ما شفنا معاكم مشاهدين الكرام فقرة زادك دوائك، وعرفنا أهمية الغذاء في الوقاية من الصداع. دكتورة، ودنا نسولف أكثر عن الغذاء وشنو دوره في الوقاية من أمراض الصداع. له دور كبير جدا. بعض المرضى بمجرد الانتباه للغذاء الصحي المنتظم من غير أدوية، هذا الشيء ممكن يخفف من نوبات وآلام الصداع. طبعا دائما ننصح المرضى، خصوصا مرضى الصداع النصفي، باخذ الغذاء الصحي المنتظم، ريوق، غداء، عشاء وسناكس بالنص. حتى المريض اللي يطوف وجباته يكون عرضه للصداع. في بعض الأغذية يجب تجنبها لمرضى الصداع النصفي. بالضبط دكتور، هذا السؤال وايد يتكرر. دكتورة، شنو المهيجات؟ يعني في بعض الانواع الغذاء اذا كليتها ممكن يزيد معي الصداع النصفي؟ طبعا بعض الأغذية اللي تحتوي على مادة نسميها التايرامين ومونوسوديوم جلوتاميت، اللي نشوفها أكثر في الباربيكيو صوص، وبعض الأغذية مثل الأجبان الصفراء، الدارك شوكولات، مهم أن نثقف المريض بالأغذية اللي تحفزها. بعض المرضى أساساً يلاحظون هذا الشيء صحيح، غير ما أن الطبيب ينبههم، يقولون لاحظت من آكل شغلة معينة أو آكل الجبن، أو آكل الجبن يمسك معاي الصداع. فبالفعل بعض الأغذية مرتبطة ارتباط وثيق بالصداع النصفي، فمهم تفاديها. ممكن ننصح ايضا يعني الالياف، الخضروات والفواكه؟ اكيد. النظام الصحي المتكامل من بروتينات والياف مهم جدا لمرضى ليس فقط الصداع بانواعه، ايضا لمرضى اللي عرضه للجلطات الدماغيه، وهالشيء ايضا يحسن من الذاكره ويقي المرضى من الخرف. دكتورة، يعني دام ان الغذاء له دور وايد مهم، هل في طريقة معينة تنصحون فيها الناس ان يعرفون ان هذا النوع من الاكل قد يسبب لهم صداع، او ان هذا النوع من الاكل محفز لهم؟ نعم، مهم ان المريض يعرف شنو محفزات الصداع ليتجنبها. بعض المرضى مثل ما ذكرت ما يحتاجون ادوية، فقط الابتعاد عن المحفزات، فهذا يدورنا بتثقيف المريض بالاغذية اللي ممكن تهيج الصداع النصفي. دكتورة، اذا ياك مثلا اي مراجع، يعني شلون تشخصين ان انت عندك صداع وشون تعرفين نوع الصداع؟ أكيد عن طريق الأخذ التاريخ المفصل لخصائص الصداع، متى بلش الصداع، عدد نوبات الصداع في الشهر أو خلال أيام الأسبوع، مكان الصداع، هل بطبيعة الصداع ضاغط أو نابض، يجي الصداع على شكل فترات، مدة الصداع، كل هذه الأسئلة تساعدني أني أنا أشخص الأعراض المصاحبة للصداع، محفزاته، كل هذه الأسئلة تساعد الطبيب لتشخيص نوع الصداع بعد استثناء الأسباب الأخرى أو الثانوية. ممتاز. دكتورة، هل يعني نقول أن مرض الصداع مرض وراثي؟ نعم، حوالي 70% اللي يعانون من مرض الصداع النصفي يكون لديهم قريب من الدرجة الأولى يعاني من الصداع. زين دكتورة، يعني نقول أنت قلتي لنا توا أن الصداع النصفي هل عامل وراثي، بقية أنواع الصداع يعني هل لها علاقة مثلا بالتوتر، بالشغل الزايد، قلة النوم؟ طبعا أحد أنواع الصداع هو الأكثر أنواع الصداع انتشارا حول العالم، هو الصداع التوتري. ليش؟ لأن العوامل المؤدية لهذا الصداع منتشرة وبشكل كبير، خصوصا في الآونة الأخيرة، اللي هي الضغط، الاسترس، التوتر النفسي، قلة النوم، كلها ممكن تؤدي إلى هذا الصداع. فمهم التحكم في العوامل حتى نقدر نتحكم في الصداع قبل الدواء. دكتورة، بعض الأطفال قد يعانون أيضا من الصداع، فهل هذا مؤشر خطير؟
يعتمد على أخذ الأعراض اللي يعاني منها الطفل. في بعض الأحيان هناك نسميها ريد فلاجز أو إشارات تنبيهية، ممكن الصداع يسبب في مشاكل في العيون أو مشاكل في الأسنان، وارد أيضا خصوصا اللي معاهم تاريخ طبي بالصداع النصفي، ممكن الأطفال يعانون أيضا من الصداع النصفي. وشنو الإجراء دكتورة اللي لازم يأخذونه خصوصا إذا كان طفل في مرحلة صغيرة؟ يعني في إجراء معين لازم يأخذونه بسرعة أولياء الأمور؟ الطبيب اللي حدد هذا الشيء سواء كان في خطورة أو عجلة في هذا الأمر، أكيد نحتاج عمل أشعة مقطعية، رنين مغناطيسي للطفل. إذا كان الصداع مثلا يصاحب حرارة وشد في الرقبة، قد يكون أيضاً يجب استثناء وجود الالتهابات، وهذا الشيء ممكن نحتاج أخذ عينة تسائل من الحبل الشوكي اللي هو البزل القطني لمعرفة ما إذا كان التهاب السحايا أو حتى التهاب الدماغ، وعلى حسب إذا كان الالتهاب فيروس أو بكتيريا نحدد العلاج المناسب. دكتورة، في بعض الناس يعانون من طبعاً صداع مزمن، وكثير من الناس أكيد مروا عليك وعايشين على المسكنات، هل هذا هو الحل الوحيد؟ طبعاً لا، المسكنات هو علاج مؤقت لنوبة الصداع وبالفعل ممكن يفيدون. مهم التوعية بنقطة مهمة، كثرة تناول المسكنات قد يؤدي إلى صداع آخر وهو صداع الإفراط من المسكنات overuse medication headache، وعلاجه طبعا مختلف تماما عن العلاجات اللي نستخدمها لمرضى الصداع النصفي أو التوتري. ممكن أخذ المسكنات بس في أيام معينة بالشهر المريض المفروض ما يتعداها، لذلك هناك العلاجات أو الدواءات الوقائية اللي يستخدمها المريض بشكل يومي، مع الوقت تقل حدة ونوبات الصداع. موجودة هذه الأدوية مختلفة يتم اختيارها بناء على كل حالة، في بعض الأدوية مثلا تعالج الصداع مع الصرع نستخدمها، في بعض الأدوية تعالج الصداع مثلا واللي يعانون من الاكتئاب، فعلى حسب كل حالة نختار الأفضل. أكيد دكتورة، بإذن الله إن شاء الله راح نتكلم على طرق العلاج. دكتورة، مثل ما أنت عارف الأمراض المزمنة لها دور كبير مع الرياضة، عشان كذي مشاهدينا الكرام خلونا نشوف معاكم فقرة الحركة البركة وأهمية الرياضة في الوقاية من مرض الصداع. مثل ما شفنا معاكم مشاهدينا الكرام فقرة الحركة بركة وأهمية الرياضة في الوقاية من أمراض الصداع. دكتورة، ودنا تسولفي لنا عن أهمية الرياضة في الوقاية من مرض الصداع. مهمة جدا، هذه نصيحة يعني للأمانة، ودنا الناس كلهم أن يقولون بعضهم ما له علاقة بالرياضة، هل هذا صحيح؟ صحيح، والبعض الآخر أيضا يستهين بأهمية الرياضة. لما أقول رياضة مو بالضرورة أقصد فيها الرياضة الشديدة وحمل أثقال، كل المطلوب 30 بالضبط 30 دقيقة مشي، هرولة، القاري، أي شيء نص ساعة كل يوم وترك. مهمة الرياضة ليس فقط لمرضى الصداع. صحيح. الرياضة مهمة للوقاية من الخرف، من الجلطات الدماغية، هذا الشيء طبعا مثبت دراسيا. الرياضة ليش مهمة لمرضى الصداع؟ طبعا الدراسات أثبتت أن ممارسة الرياضة ممكن أنها تخفف نوبات الصداع سواء كان نصفي توتري. وبالنسبة للصداع التوتري، الرياضة مهمة لأنها قد تعالج حالات الاكتئاب، القلق، التوتر. بمجرد ما أن الإنسان يمارس الرياضة معدل الاسترس والقلق يقل، بالتالي يقل الصداع، فمهمة جدا. وهم التثقيف في دورها لأمراض الصداع والتصلب المتعدد والجلطات الدماغية. دكتورة، شنو تنصحين أكثر أنواع الرياضة مفيدة للصداع؟ المشي في معدل يعني بالأسبوع إيش كثر نقول؟ 30 دقيقة كل يوم وترك، هذا أقل شيء، ولكن أكيد الإنسان اللي باستطاعته أنه يمارس أكثر ننصح بهالشيء. أكيد دكتورة، بعض المرضى عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، هل هذا له علاقة مباشرة مع الصداع؟ ممكن تكون العلاقة موجودة ولكن غير مباشرة. بالفعل ارتفاع ضغط الدم ممكن يصاحبه صداع، فمهم جدا التحكم بالعوامل التي قد تؤدي إلى الصداع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أيضا الضغط والسكر والكوليسترول ممكن يؤدون إلى حدوث جلطة دماغية، و15% من حالات الجلطة الدماغية ممكن يعانون من صداع. دكتورة، ذكرتي يمكن قبل شوي أن العامل النفسي له دور وايد مهم في الوقاية من العلاج، فشنو رأيك في هذا الموضوع؟ صحيح، مهم جدا. الصحة النفسية لها آثار كبيرة على حياة الإنسان. مجرد ما أن الإنسان يتأثر سواء كان اكتئاب حتى لو الدرجات الأولى أو الخفيفة من الاكتئاب، أعراض القلق العام أو الوسواس، كلها لها ارتباط بظهور أعراض جسدية والأكثر شيوعا منها هو الصداع.
فكل ما كان الإنسان صحته النفسية يهتم فيها سواء كان عن طريق الأدوية أو غير الأدوية، هذا الشيء راح ينعكس عليه. دكتور، احنا يمكن ذكرنا يمكن اهم ثلاث انواع للصداع: التوتري والعنقودي والنصفي، ودنا يمكن ناخذ واحد واحد ونقول يعني طرق العلاج او طرق الادويه اللي يحتاجونها او الاشياء اللي لازم يسوونها عشان يتخلصون من هذه الامراض. يمكن نبدي بالبدايه مع الصداع التوتري. صحيح، الصداع التوتري ان الانسان يخفف من العوامل المؤديه لهذا الصداع قدر الامكان، يحاول يتحكم بمعدل الضغط النفسي، لان هالشيء مو بس ياثر على الانسان سواء على مستوى حياته الاجتماعيه، هذا ممكن ياثر على شغله. صحيح. دوامه، ياخذ مرضيات، هذا يقلل من انتاجيه الفرد. فنتحكم في العوامل، اذا كان الانسان غير قادر يلجا الى الطبيب لصرف الادويه والعلاجات. طبعا في ادويه اذا كان الصداع مزمن، مزمن يعني أن يعاني المريض على الأقل أكثر من 14 يوم بالشهر لمدة 3 أشهر فأكثر، هناك العلاجات الوقائية، والعلاج يستهدف الصداع بالإضافة إلى الاكتئاب أو القلق. دكتورة، في أدوية معينة لازم يأخذونها؟ مسكنات معينة؟ طبعا أثناء نوبات الألم في مسكنات كثيرة باختلافها، والمرضى يعرفون عنها أكثر مني. صحيح. بحكم تجربتهم أن يعانون من الصداع تقريبا بعضهم بشكل يومي. بالنسبة للصداع النصفي نفس الشيء، في مسكنات عند النوبة وفي مسكنات خاصة للصداع النصفي نسميها التريبتان، وأكيد العلاجات الوقائية سواء كان المثبطات البيتا أو اللي تستهدف المزاج أو بعض المعادن نفس المغنيسيوم والفيتامينات اللي هو الرايبوفلافين فيتامين بي2 وغيرها، أكيد من الأدوية على حسب كل حالة نختارها. الله يعطيك العافية دكتورة. يمكن احنا وصلنا معاك إلى فقرة اللي هي تقول تبي الصح، هي الفقرة هذه جمعنا عدة أسئلة مفاهيم خاطئة يمعناها من الناس ودنا نصححها معاك إن شاء الله. جاهزة؟ أكيد. خلونا كذي أعزائي المشاهدين ننتقل إلى فقرة تبي الصح مع الدكتور ونصحح لكم بعض المفاهيم الخاطئة. رجعنا معاكم مشاهدين الكرام في فقرة تبي الصح، واللي بإذن الله إن شاء الله من خلالها راح نصحح لكم أبرز المفاهيم الخاطئة. جاهزة دكتورة؟ جاهزة. سؤالنا الأول يقول إن التدخين يخفف من الصداع النصفي. لا، هناك الدراسات أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة لنوبات صداع متكررة. ممتاز، يعني التدخين ما يخفف الصداع. لا. ممتاز دكتورة، يقول لك في بعض الأجبان تزيد من نسبة حدوث صداع النصفي. نعم، طبعا الأجبان الصفرة تحفز الصداع النصفي. دكتورة يقول لك هناك أن يعني المنشطات أو القهوة الكافيين وغيرها ممكن تخفف الصداع النصفي. نعم، على حسب كل إنسان ونسبة الكافيين اللي معود جسمه عليها، أي انخفاض إذا زاد أو حتى انسحاب نسبة الكافيين ممكن تؤدي إلى الصداع. دكتورة يقول لك أن شرب الماء بكثرة قد يؤدي إلى اختفاء الصداع نهائيا. تحسين الصداع ممكن، نعم، لأن الجفاف يؤدي إلى صداع. دكتورة هل يمكن التخلص؟ سؤال يقول إنه ممكن واحد يتخلص من الصداع دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع العلاجات أو الدوائية خصوصا؟ نعم، عن طريق نمط حياة صحي، وهالشيء يشمل أكيد الغذاء الصحي والرياضة واعتدال في النوم. دكتورة في سؤال يقول إذا الواحد تنفس من خشمه يمكن من جهة واحدة سكر الجهة الثانية لمدة 5 دقائق هذا يقلل الصداع، هل هذا صحيح؟ خطأ. يعني معلومة خاطئة. خاطئة. تمام. دكتورة يقول لك التبرع بالدم ممكن يحمينا من الصداع. صحيح، خصوصا نسبة الدم تكون عندهم عالية اللي هي هيموغلوبين عالي، التبرع بالدم ممكن يخفف الصداع. دكتورة هل استنشاق الملح ممكن يؤدي إلى اختفاء الصداع؟ كثير من المرضى من تجارب المرضى يقولون صحيح يقولون يخف، هل هذا صحيح؟ ولكن لا توجد تجارب تؤكد أو دراسات تؤكد هذا الشيء. تمام، دكتورة يقول لك لا يوجد علاج للصداع النصفي. خطأ. في علاج؟ طبعا، دوائية وغير دوائية. ممتاز، دكتورة يقول لك ان الرجال ما يحوشهم صداع نصفي بس النساء. خطأ، ولكن النساء اكثر عرضة. في عوامل معينة؟ نعم، العوامل الهرمونية اكيد. ممتاز، وبكذي دكتورة نكون انتهينا من فقرة تبي الصح، كل الشكر لك على المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا اياها اليوم، وان شاء الله يا رب يكونوا المشاهدين استفادوا منها. شكرا على الدعوة. مشاهدينا الكرام خلكم معنا نكمل باقي فقرات برنامجنا بعد هذا الفاصل.